أصدقائي المتابعين، أهلا بكم في فيديو جديد. قد يكون هذا الفيديو صادم من كتر الحوادث اللي بتحصل على طريق أسيوط الزراعي. حادثة شنيعة جدا، على إثرها مات 2، دكتور كرولوس وخطيبته نيفين. طبعا الاثنين توفوا، لم يتم إسعافهم. الطريق ده صعب جدا يا جماعة، كما ذكر يعني في كل الأماكن. كان فرحهم خلاص ايام معدوده وناس كتيره مستنيه تفرح معاهم، يظهر ان هم كانوا من الشخصيات المحبوبه قوي او الشخصيات المعروفه كمان، الا انهم اتوفوا. البقاء لله وخالص التعازي لاهل الاسره والاصدقاء. سنوافيكم بالجديد عندما يرد المزيد، فابقوا معنا وتابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. شكرا لحسن متابعتكم لنا.